انت صاحب المغني ينفغ الاتفاق والاجماع على ان الانساك ثلاثه، النووي ينقلها، العلماء ينقلونها، حتى في خرج علينا في هذا الزمن زمن شيخ وقال لا يكون الإحرام إلا بالتمتع، ولم يستثني فيما أعلم إلا من ساق الهدي قارنا. فالمسألة لماذا هذا التضييق؟ لماذا؟ لماذا هذه المخالفة؟ لماذا هذه الجرأة على المخالفة؟ فإن يعني الشيخ أوصله علمه وفضله إلى هذا، هذا قد يكون أحيانا بعض المشايخ في كثير من الأمور يصل إلى مسألة ويقول ويوصله علمه وفضله إليها، لكن هل الأمة تتابعه على ذلك أو لا تتابعه؟ لا تتابعه. هنا السر، هنا السر. إذا شذ نعذره هو ولا نعذر متبعيه.